بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنطيب واحد الطاجين ديال القرب، وبغيت نشاركه معاكم. كل شيء كيعرف يطيب الطاجين، غير دابا غندير غدايا وبغيت نشاركه معاكم. بسم الله على بركة الله. دابا غندوز للمقادير. عندي هنا كيلو ديال القرب، سته البصلات، جوج مطيشات، جوج دروس تاع الثومه، قزبر ومعدنوس، توابل. عندي هنا جوج عويدات القرفه، معلقه صغيره ديال البزار، الخرقوم، التوابل ديال الحوت، الفلفله حمراء، سكنجبير، والملحه. الملحه على حسب الذوق. وعندي هنا واحد معلقه صغيره ديال الخل ديال الحامض، والزبيب اللي رقدته في الماء، وزيت الزيتون. بسم الله. دابا غندوز نشرمل الحوت. بسم الله. غنقطع الربيع، بسم الله، دابا غنجيب واحد السوبيره باش غنشرم الحوت. بسم الله. ندير فيها هذا الربيع، بسم الله. اجيب هاد الدروس تاع الثومه، بسم الله. درت غير جوج دروس. دابا غنزيد هاد التوابل، العويدات، ونزيد الزيت، نخلي واحد شويه. بسم الله. نزيد الخل، واحد معلقه ديال الخل، ديال الحامض، ونشرملو هاد الحوت. بسم الله. نشرملو مزيان، ندخل فيه هاد الشرموله ونخليوه 30 دقيقه، ونرجعو نصبوه فيشرب شرموله مزيان، عاد كنصبوه. نغطيوه ونخليوه 30 دقيقه ونرجعو نصبوه ان شاء الله. دابا غنقطع معاكم البصله. بسم الله. بسم الله. غنقطع البصله، نقطع هاد الواو، هي بانت ليا فيها شي حاجه في الراس، نحيدها. بسم الله.
ونستمر بحال هكا تنقطع البصله كلها ونرجع معكم ان شاء الله. بسم الله. ها هي البصله من بعد ما قطعتها وقطعت مطيشه. نجيب واحد الطاجين باش نديرو هاد البصله. غندير هاد الحمراء لتحت كنصطفو البصله بحال هكا في الطاجين. كنصطفو البصله بحال هكا ونجيب الحوت كندير واحد خيط تاع زيت الزيتون غير شويه. بسم الله. كنستف الحوت كنستف الحوت بحال هكا في الطاجين. راه كيجي زوين ولذيذ بالبصله والزبيب. كندير هاد العويدات القرفه نسيت ما درتهمش لتحت. بسم الله. ونزيد البصله من الفوق كنستفها بحال هكا. نقدر البصلة من الفوق روخا كتبان لكم البصلة كثيرة غا كطيب وكطيح. راه كتجي معسلة. ومرة مرة نبدلو. بسم الله. نزيد هاد المطيشة الفوق لما بغاش يدير مطيشة بلا ما يديرها ولكن راه كتجي زوينة. واللي بغى الحار يدير واحد المزيوده يقطعها دوار ولا يديرها غير هكاك. اللي كيبغي الحار كيقطعها. بسم الله. دابا غنزيد الزبيب نحيد ليه هذا الماء اللي فيه وندهنو بشويه ديال الزيت ونديرو الفوق. بسم الله. نجيب هاد الشرموله اللي بقات ليا هنا. بسم الله. هاد الشرموله اللي بقات ليا زدت ليها شويه الماء ندوزها هنا الفوق على البصله وعلى مطيشه. ها هو الطاجين ديالي من بعد ما طاب كي تيجي. راه كيجي زوين ومعسل وزوقته بشي حبيبات ديال الزيتون. هاكي تيجي. كنتمنى يعجبكم وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. وبالصحه والراحه ان شاء الله.